حزب العدالة والتنمية، لا تنسى هو في الأساس حزب الدكتور عبد الكريم الخطيب، وهذا حزب لم يناضل من أجل الديمقراطية في البلاد. لكن لما جاءت رياح 20 فبراير وترشح، هو الذي حصل على الأصوات. فبطبيعة الحال الأصوات التي حصل عليها ليست نتيجة لنضاله الديمقراطي التاريخي، استفاد من الأوضاع وكون ناخب لم ينصفه اليسار، فبطبيعة الحال استفاد من ذلك، كما استفاد من الاتجاه العالمي داخل البلاد الإسلامية التي جعلت الإسلام السياسي يتطور ويعرف اتساعا، وأحيانا انقلابات كما حصل في الشرق الأوسط.